السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين قناة الصندوق الأسود في كل مكان. يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أغنى فنانات الوطن العربي وهي الفنانة أحلام الإماراتية، وهنتفرج على حجم ثروتها وكمان فخامة منزلها وسيارتها وطياراتها الخاصة، وهنشوف تفاصيل كتير قوي في الفيديو ده. بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. بتعتبر الفنانة الإماراتية أحلام من أكثر الفنانات ثراء في الوطن العربي، ويمكن اعتبار الفنانة أحلام من أعلى الفنانات أجرا عند إجراء الحفلات في منطقة الخليج العربي. الفنانة أحلام الشمسي من مواليد 13 فبراير 1968، مغنية إماراتية أطلق عليها جمهورها لقب الملكة. اسمها الحقيقي هي ميساء، ولكن والدها أطلق عليها لقب أحلام، وده كان بسبب طبيبة مصرية اسمها أحلام كانت عالجته من جرح وهو صغير. مسقط رأس الفنانة أحلام في مدينة البحرين، ولدت لأب إماراتي وأم بحرانية، وأغلب مراحل تعليمها كانت في البحرين، ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشمسي. تزوجت الفنانة أحلام في شهر يونيو 2003 من بطل الرالي ورجل الأعمال القطري الشهير مبارك الهجري، ولها منه 3 أطفال وهم فهد وفاطمة ولؤلؤة. وقالت أحلام إنها وقعت في غرام زوجها منذ النظرة الأولى، ولهذا لم تهتم بأنها ستكون زوجة تانية. مبارك الهجري بيمتلك شركة تنقيب عن البترول في قطر. بدأت الفنانة أحلام مشوارها الفني بالغناء في حفلات الزفاف الخليجية وهي في سن صغير جدا. أول ألبوم حققت من خلاله الفنانة أحلام الشهرة كان ألبوم أحلام 95، واشتهرت خلاله بعدة أغاني منها أحبك موت. درست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي، ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن. ثروة الفنانة أحلام تشمل امتلاكها طائرة خاصة، بالإضافة ل 49% من أسهم شركة طيران. وتمتلك النجمة أحلام مجموعة من السيارات الفاخرة التي تبلغ تقريبا 20 سيارة، ومنها سيارة بورش ولامبرجيني ومرسيدس ورولز، قيمتها بتزيد عن 1.5 مليون دولار. الفنانة أحلام دائما ما تظهر بإطلالات مميزة تعكس ثرائها، فهي ترتدي أزياء وتصاميم من مصممين عالميين، وكذلك تظهر في الكثير من المناسبات بمجموعة مبهرة من المجوهرات الثمينة مثل التي ظهرت بها في برنامج أرب أيدل. زوجها مبارك الهجري هو من نصحها باستثمار أموالها في عدة مشاريع، وبتمتلك أحلام العديد من الشقق السكنية، فهي تمتلك شقة في باريس ومنزلين في كل من قطر ودبي وشقتين في مصر ولندن. وتبلغ ثروة الفنانة أحلام حوالي 25 مليون دولار، أي ما يبلغ أو ما يعادل 400 مليون جنيه مصري، ولهذا فهي مصنفة من أغلى الفنانات في الوطن العربي. حصلت المطربة أحلام على عدة جوائز خلال مشوارها الفني، من أهمها جائزة فنانة العرب في مصر عام 2015، وكذلك جوائز تكريمية من كل من الكويت وقطر والسعودية وألمانيا. تمنياتنا بمزيد من النجاح والتألق لملكة الوطن العربي الفنانة الكبيرة أحلام. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، بس أخبارنا وأسرارنا لسه ما خلصتش. استنونا في فيديو جديد في قناتكم، قناة الصندوق الأسود.